السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة عبارة عن اكستنشن أو امتداد بيضاف لجوجل كروم، بيخليك تقدر تتعامل بالذكاء الاصطناعي مع كل موقع بتزورها، مع ملفات PDF، مع الفيديوهات. ممكن تديله فيديو وتقوله لخصهولي، ممكن يكون عندك ايميل فيبدأ ان هو يرد لك على الايميل، ممكن يساعدك في الـ SEO، ممكن يساعدك في تويتر، في ان انت تعمل اوتوميتد للشغلان بتاعتك. ممكن يكون في تاسكات بتاخد منك وقت فانت تبدأ ان انت تعملها من خلاله. في مهام كتيرة جدا يقدر ان هو يعملها لك طول ما انت مسطبه. كل شوية تيجي تقول له مثلا انا عايزك تلخص لي المقالة ديت، او تلخص لي ملف الاكسل دوت. كل اللي عليك ان انت تقول له اد تو كروم، ان انت عايز تضيفه لجوجل كروم، وبعد كده تقول له اد تو كروم. هو بيشتغل بقى مع كل المواقع ديت، ممكن يلخص لك ملفات الفيديو، ممكن يعمل لك اوتوميت. تقول له مثلا اول ما تلاقي تويتر اتنشرت ابدا خدها كود مثلا على فيسبوك. ففي شويه مهام كتيره جدا ممكن انها توفر عليك وقت كتير. جربوها وان شاء الله تعجبك.